مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. انا ان شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال ضرورة التدفئة بالنسبة للأرانب، يعني التربية ديال الأرانب. يعني هاد الفترة اللي رحنا كنمروا بها دابا، خصوصا في هاد الجهة الشرقية، ومشي غير في الجهة الشرقية، في المغرب كامل كاين واحد الموجة ديال البرد. بالنسبة للمربين الأرانب المبتدئين ولا المحترفين، كلهم في هاد الوقيتة هادي كيبداو يموتوا لهم الصغار، وشحال من واحد مكيعرفش السبب ديال هذاك الموت ديال الصغار، يعني حديثي الولادة. يعني إلا مشينا حتى درناهم في واحد، يعني الأرانب درناهم في واحد البيت مثلا، ولا عنبر، ولا بطاريات، ولا كاين الناس اللي كيديروا التربية فوق السطح، يعني التربية الأرضية، كل شيء هاد الناس هادو كيحسوا باللي منين كتكون عندهم واحد الخلفه جديده كيبداو يموتوا لهم واحد او جوج. يعني سمو الاجراءات اللي ممكن اننا نديرو، يعني باش نتفاداو هاد المشكل هذا، وهو التدفئه. ضروره ديال التدفئه. انا كانوا يعني في البدايه ديالي كانوا كيموتوا لي، الى ان توصلت باللي حتى هذوك الصغار حديثي الولاده خاصهم التدفئه. واحد التدفئه يعني بسيطه، ماشي نقولوا حنايا التيارات الهوائيه، يعني نشدوا واحد التيارات الهوائيه ونبقاو، يعني هي مباشره كتضرب في القناين ديالنا، يعني في الارانب، ونقولوا راه حنا غادي يصبروا وغادي يعيشون. هذه يكونوا متاكدين ان فكره خاطئه 100%. الطريقه ممكن انكم تستعملوا يعني بوله بحال هذا الشكل هذا، ولكن يكون الضوء الاصفر، يعني ماشي الضوء الابيض، ديك الليد هذيك قليله شويه في السخونيه. بالنسبه للاوقات، عينكم ميزانكم، يعني الليل ضروري لان كتكون البروده. اما في الوقيته بحال هكا ديال واخا بالنهار، يعني ممكن انكم تستعملوا يعني البوله عاديه، راها يعني 75 واط ولا 90 واط، المهم راها كتشد التدفئه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش يعني عندهم يعني قطيع كبير، وهذيك التدفئه يعني ما خدمتش، وعندهم الامكانيات انهم يشريو يعني مدفاه، ولا كنقولوا حنايا بالدارجه ريشو، ممكن انهم يشريو واحد الشوفاج كيكون غير صغيور، يعني كيتسوى شي 100 درهم تقريبا في الجديد. انا دابا راني دايرو هنايا في السمان، لاحظوا معايا راه السمان شاعل عليه الضوء، راه حتى هو تدفئه، ولكن في نفس الوقت راني داير له واحد يعني شوفاج داخلي، لانه هو خصو الحراره تتراوح ما بين 35 حتى 40 درجه. انا غادي نوري لكم، هذا هو الخيط ديالو، انتم راني داير تمايا السمان، انا غادي نوريه لكم، وغادي نوري لكم باللي ما حدو هو شاعل تمايا، يعني وكيطرح السخونيه على هاد الارانب، بالاضافه الى هاد المصباح. يعني انا ماشي كنقول لكم بالذات ديروا هاد السيستم هذا، ولكن على قدر المستطاع ممكن انكم ديروه، يعني فوق الارانب حديثي الولاده ضروري انهم يكونوا عندهم الشوفاج. هانتوما شوفوا هاد الشوفاج كيفاش داير، يعني خدام يعني مزيان في الحقيقه. اذا شوفوا معايا، اذا هذا هو السمان من الداخل، هانتوما كما كتشوفوا، يعني هو كيحتاج بزاف الشوفاج، وفي نفس الوقت راني مدفي به الارانب ديالي. يعني فين هو الشوفاج؟ اولا هاد البولات، البوله الاولى والمصباح الثاني، وكما كتشوفوا معايا هنا داير هنايا واحد الشوفاج. هانتوما المره ما كيكونوا فيه جوج ديال 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 بحال هاد ريزيستونس، ولكن انا مخدم غير وحده، لان منين درت الترمومتر يعني المحراب، لقيت باللي درجه الحراره عاليه بزاف هنايا، يعني على حسب البولات والشوفاج، يعني التدفئه، لقيت باللي غادي نشعل لهم غير وحده. ولكن في نفس الوقت راه هاد الجهه هذه ديال السمان، هانتوما هاد الجهه ديال السمان راه متصله بالارانب، هانتوما راه هما الارانب في الجهه الاخرى، هانتوما هادو الارانب في الجهه الاخرى.
يعني هاد السخونيه كتطرح على بحال اللي نقولوا ضربنا عصفورين بحجر، يعني دفينا السمان ديالنا، وفي نفس الوقت انا مقربهم للارانب حديثي الولاده باش يعني يدفاو هما ويدفيو معاهم الارانب الصغار. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، التدفئه ضروره مؤكده على بالنسبه للارانب، وخصوصا الارانب حديثي الولاده ضروري انها تكون عندهم التدفئه، لان اذا ما درتوش التدفئه غادي يبقاو كيموتوا لكم. هذه نصيحه من اخوكم بالتجربه، يعني الا مشات تهزهم البرد دخل فيهم البرد كيتشوكوا، كيولي الشعر ديالهم كيبقى يطلع وكيبقاو يموتوا واحد واحد. اذا حذروا من هذه القضيه هذه ديال التدفئه، كل واحد على حسب الاستطاعه ديالو، المهم انهم يكونوا مدفين، يعني مصباح جوج بحال هذا النوع ديال المدفاه، اي نوع من التدفئه، المهم انهم ما يكونش عندهم التيارات الهوائيه المباشره اولا، وحتى من يكون داك الجو قارس يعني البرد قارس حاولوا انكم ديروا التدفئه. اذا الحلقه ديالنا هي هذه، الحلقه ديالنا راه سالات. الناس اللي مازال ما شاركوش معنا يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم، كنشكركم بزاف على التعاريق الطيبه ديالكم. تكيو على زر جيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.